سؤال غريب تقول: قطة سوداء تزور البيت. يا سلام، تزور البيت على السلم وعلى السطح، مؤذية ولا تخاف من أحد وأفعالها غريبة، هل أذيتها حرام؟ إذا كانت مؤذية وتجرح الأولاد أو تؤذي الأولاد أبعدوها بأي طريقة، أن في طرق كثيرة لإبعادها، دلها منوم، وبعد ما تدلها منوم انقلها لأي مكان بعيد عنك أفضل. السلام عليكم.